استقبال ديال بلادنا اللي هو اليوم بين يدينا كاملين، واللي احنا كل واحد فينا اللي جالس في هذه القاعه عنده طرف من المسؤوليه باش نحققوها. بلادنا عندها مواعيد كثيره، واهمهم هو مواعيد 2030، ماشي مواعيد كاس العالم فقط، ولكن مواعيد وافاق اللي اما غنتقلوا فيه كدوله صاعده، ان اما غنبقاو كما حنا. وهذا الشيء كيطلب عنصر اساسي اللي خاصنا نستوعبوه كاملين، هو الثقه. ثم الثقه، ثم الثقه. اولا الثقه في انفسنا، ما نبقاوش نشكو في القدرات ديالنا الشخصيه والجماعيه باش نحققوا اللي كيحققوه الاخرون. هادي شحال حنا كبرنا كلنا، حنا ماشي السويد، حنا ماشي هاد البلاد، واش فين صحاب راسك؟ وهاد التفاؤل اللي كتهضروا عليه، وهذا الشيء اللي كنبغيو نبينوه في القطاع الصناعي، ولو انه كيلعب دور اساسي ولكن ماشي هو القطاع الوحيد اللي كينجح فيه المغرب، هو اننا يمكننا نديروا اي شيء اللي كيديروه الاخر كما كان. وملي كنجيو نهضروا على صناعه الطيران مثلا، ماشي حيت صناعه الطيران عندها ثقل كثير بالنسبه للاقتصاد، كتمثل 20 مليار ديال الدرهم ديال رقم المعاملات تقريبا، كتشغل 15 ولا 17 الف، يعني 3 ولا 5 دلوزينات ديال الكابلاج. ماشي هذا هو الاساسي، هو ان المغاربه بامكانهم في القدرات ديالهم في المتناول ديالهم انهم يصنعوا اصعب حاجه اللي كتصنع في العالم. وهذه الرساله ماشي من اجل الافتخار باش يكون عجبنا راسنا ونجي ونقولوا احنا ما كننفخوش الرويد، لا، هذه الرساله اساسا باش نقولوا لكل مغربي ومغربيه ان المغاربه قادرين يديروا كل شيء في الابداع في الصناعه، او حتى حاجه ما تخلعهم. ثقه في النفس، ثانيا ثقه في المنظومه، الثقه الجماعيه. كاين تبخيص كبير ديال عمل تدبير الشأن العام، عاد ندوزو للعمل السياسي. أننا عندنا تأطير إداري وأيضا سياسي في البلاد اللي هو كيرتجل. قصة الصناعة قصة برمجة ديال أكثر من 25 سنة. ملي كنجيو نهضروا على الرؤيه الملكيه، راه ماشي غير بروتوكول، وغنحكيها لكم بجوج دقائق لو سمحتوا لي. هذا الشيء بدا بتنظيم وبتراكم. اولا شاف بان عدد ديال الشباب جايين وما عندناش القدره الاقتصاديه باش نستقطبوهم، وباقي ما عندناش، ولكن خاصنا نكبروا الاقتصاد باش نعطيو الامكانيات للشباب باش يجي. كيفاش غنكبروا هذا الاقتصاد؟ دخل في الاداره، اداره خاصها تكون عندها مداخل جبائيه، باش تشغل هذه المداخل الجبائيه خاصك دير حركه اقتصاديه، باش دير حركه اقتصاديه خاصك استثمارات اللي هما غيشغلوا الناس اساسا، 90% غتشغلهم في القطاع الخاص و 10% غتشغلهم في الاداره. هادشي كيفاش كنشتغل؟ هاد الاستثمارات باش تجيهم خاص الناس يكون عندهم اسواق، هاد المنتوج اللي غيديروه خاصهم يسوقوه، شكون اللي غيشريه؟ ملي كنتي سد على راسك غيشريه السوق الوطني، السوق الوطني ما عندوش القدره الشرائيه الكافيه باش يجلب الاستثمارات الكافيه. هذا هو التشخيص اللي كان هذه 25 سنة أو أكثر. كي غدير؟
اولا خاصك تفتح اسواق جديده. كيفاش غتفتحها؟ اتفاقيات تبادل الحر، كتمشي عند الناس الشركاء اللي قرب منك واللي شويه بعاد اللي يمكن لك تسوق لهم شي حاجه، كتقول لهم الاخوان انا بغيت نجيب مستثمرين، بغيت ندير اتفاقيه تبادل الحر معك. لان اتفاقيه تبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي، مع امريكا، مع تركيا، مع جل مع الدول العربيه، واليوم اخر وحده هي اتفاقيه تبادل الحر مع القاريه باش نفتحوا الاسواق. ثانيا خاصك تجلب هاد المستثمرين. هاد المستثمرين انت قلت اليوم فتحت الاسواق، خاصك الولوجيه. حيت تذكروا قبل ما يكون الميناء ديال طنجه، الولوجيه ديال المنتوج من المغرب مثلا لاوروبا اللي قريبه منا كانت اغلى الاوروبيين من المنتوج اللي يجيبوه من الصين. دونك استثمار في البنيه التحتيه باش تقوي الولوجيه، ياك استثمارات كبيره وضخمه. كلشي كان كيتسائل احنا علاش كنحتاجوا للاستثمارات الضخمه الى اخره، وحنا محتاجين المدارس ومحتاجين المستشفيات الى اخره. كان هذا النقاش، ولكن كي غادير هذه المدارس والمستشفيات المداخل الجبائيه باستثمارات ومناصب الشغل الى اخره. دونك خاصك تخلق الثروه، وباش تخلقها خاصك تجيب الاستثمارات، وباش تجيب الاستثمارات خاصك البنيه التحتيه. قادينا الولوجيه والرمز ديالها هو ميناء طنجة المتوسط اللي بوابة على العالم، وعطانا تنافسية بالنسبة للولوجية اللي هي من أحسن تنافسية في العالم. مزيان دار هادشي، وبين قوسين هاد جوج المحاور استثمار ضخم، استثمار مباشر بالنسبة للبنية التحتية، واستثمار غير مباشر بالنسبه للانفتاح. ملي كتقول للناس فتحوا لينا الاسواق ديالكم، كيقول لك فتحوا لي انت، فتح لي انت السوق ديالك. والمنتجين ديالنا واجهوا المنافسه العالميه لاول مره في حياتهم. دونك استثمار مباشر وغير مباشر. ثالثا خاصك تستقطب هاد الناس. كي غادير تستقطبهم غايجيو لهنايا، خاصهم يكون عندهم المسائل الاداريه مضبوطه، عقلتوا على كيفاش كانت وباقى الحاله بالنسبه للتبسيط الاداري. تكون عندهم الكهرباء، كتشوف اي استثمار باش يوصل ليه الكهرباء اليوم مكلف وفيه مشاكل. يكون عندهم عدد ديال المسائل ديالنا اللي هم مناطق مجهزه بتفويض سلطه عموميه ديال الترخيص الى اخره باش نستقطبوهم فيها. رابعا كتجي كتدخل في مهن جديده اللي ما كنتيش كديرها، ياك هاد الناس كيقول لك غنصنع عادي وغنصنع عادي وغنصنع عادي وغنصنع عادي، انت ما عندكش الكفاءات اللي جاهزه. دونك استثمار في الكفاءات، في التكوين المهني اللي شرف عليه سيدنا بنفسه باش نوجدوا الكفاءات اللي غتواكب هاد الاستثمارات، وعاد توجد الاختيارات اللي غاديرهم اي قطاع صناعي، ودير استراتيجيه واستراتيجيات المتتاليه الصناعيه. دونك هادشي اللي وصلنا ليه، مليون كفاءه، 85% ديال نسبه تصدير، 12000 شركه اللي كتشتغل في هذا المجال، قطاع اللي ما كانش ولا اول قطاع مصدر اللي كنفتخروا به من بعد 20 سنه، راه ما جاش هكاك، ما جاش بوحدو، كان مصمم ومبرمج وعدد ديال الحوايج دازت باش وصلنا لهاد المرحله. واليوم الافاق ديالو اكبر. علاش؟ داكشي علاش قلت لكم المستقبل هو اللي اساسي. علاش؟ حيت هاد المرحله اللي كنا كنتعلموا منها من الاخرين كيجيو يقولوا لنا شنو نديروا وكيفاش نديروا ويعلمونا، اليوم تعلمنا، اليوم ولينا كنعرفوا نصنعوا السيارات، اليوم تصاميم ديال الملابس كلها كنعرفوا نديروها حنا اللي كنديروها الى اخره. شنو بقات لنا؟ بقى
قالنا نولي ونخرجو ونجيبو العلامات ديالنا، نولي ونسوقو حنا حد دابا الناس اللي كيسوقو لنا. ملي كنصاوبو سيارة أغلبية السيارات اللي كنصاوبوها الناس اللي كيسوقوها ماشي حنا. كيقول لك المغرب بلد تجاري، لا بلد تجاري تقليدي، بلد تجاري في التاريخ، ولكن التجارة اليوم. شكون اللي كيعرف المغرب يسوق علامة جديدة؟ يلاه بدينا. وهذا هي الطفرة اللي خاصنا نوصلوا لها. علاش؟ في التصنيع ولينا عندنا أحسن تنافسية في العالم. شنو كاين فوق التصنيع؟ كاين الهامش ديال الإبداع. بدينا كنبدعوا، غندوزوا من صنع في المغرب إلى بدع في المغرب. السيادة كتبدا بالإبداع، يعني أنت كتولي بلد ديال الحلول ماشي بلد ديال الإنتاج فقط، وغتمر لبلد ديال التسويق، حيت الهامش ديال التسويق أكبر من الهامش ديال الإبداع. هادشي باش نديروه خاصنا نكونوا واثقين في نفسنا، واثقين في التدبير ديالنا، واثقين في الرؤية ديالنا. ما نبقاوش نشكو بحال اللي كنا كنشكو، علاش كنديروا هاد البنية التحتية، علاش كنديروا هاد الميناء، علاش كنديروا هادشي، علاش كنديروا اتفاقية التبادل الحر وحنا خاسرين فيها، علاش كنمشيو في هاد الاتجاه وكنخليو الناس يديروا وكنعطيوهم الأرض وكنديروا لهم، كنشجعوا الناس اللي عندهم الفلوس فعوت ما نعطيو الدعم مباشرة. وجينا ليه؟ علاش جينا ليه؟ حيت وفرنا الشروط والمداخل الجبائية بالحركية الاقتصادية اللي مكنتنا باش نديروا هاد الهامش ونديروا هاد الدعم ونصلحوا الصحة إلى آخره. نكونوا واثقين في السياسات العمومية وفي الرؤية ديال سيدنا اللي اليوم عطاتنا ميعاد جديد، عطاتنا رؤى جديدة بالنسبة للدولة الاجتماعية وحنا كننزلوا فيها، بالنسبة انفتاح على المحيط الأطلسي والإدماج القاري وحنا غادين فيها، وبالنسبة للسيادة وحنا غادين فيها. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.